السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا جماعة الخير؟ تعالوا كده نبدأ الفيديو، بس كده بصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد. المهم يا شباب، أنا دلوقتي نزلت فيديو امبارح عن الزعيم. طبعا أنا كنت بهجم كلها سفن، في قال لي طبعا ايه اهجم بسفن ودبابات الاتنين مع بعض وبتاع وكده. طبعا كنت افكر ان في النوعين التانيين دولت ايه، ان انا بهجم بيهم بحاجتين. اتاري طلع برضو اللي فات دوت، برضو كان المفروض ان انا اهجم بايه، سفن وايه ودبابات. المهم تعالوا كده نشوف مع بعضنا كده. في واحد زميلي هنا، يعني انا برضو مستغرب جدا، يعني مش فاهم ايه الغباء دوت، يعني مش فاهم. هو مش غبي يعني، هو يعني زعيم العالم ولا اللعبة هي اللي غبية؟ مش فاهم بالظبط دلوقتي. طبعا ايه الولد دوت سفن، تمام. طبعا ضرب ب 73 سفينة وعشرين ايه وعشرين دبابة، اللي هو نفس اللي كذا واحد قال لي عليه، اللي هو زي جوكر. وفي كذا واحد برضو قال لي ايه، قال لي على التشكيلة ديت. فجاب كام؟ جاب 74 ايه. تعالوا برضو نشوف ايه، نشوف المكونات. المكونات اهي طبعا زي ما قال، برضو زي ما واحد برضو زميلنا قال ان ايه، يبقى حط في الدبابات اتلاك سريع ايه 10، تمام. تقريبا دي تقريبا واخدها برضو من يوتيوبر حاجة زي كده يعني، او هو مجربها ما نعرفش. المهم ايه، طبعا هنا انا حاطط ايه، بطل وبطل، يعني بطل بطل بري وبطل بحر. تمام، تعالى برضو نشوف هنا ايه، بحرية، هنا برضو بحرية. هو كده اعتبر تقريبا كده ايه بحري. لا هو كده بحرية، هو كده بحرية، لان يعني برضو ايه كده البطلين بحرية يا شباب. تمام، طبعا المكونات اهيت زي ما انتوا شايفين. جاب كام؟ 4 و5 و5 ايه، 4 و55 ايه. تمام، هنا بقى جاب 5 و13 ايه ايه، مع انه هاجم بكل دبابات ما عدا يا دوب بس نوع واحد بس من السفن زي ما انتوا شايفين كده. انا مش فاهم كده ازاي، يعني ازاي مش عارف. انا لغاية دلوقتي حتى انا مش فاهم جت ازاي يعني. فاللي فاهم يعني هيحاول ايه يفهمني. حتى برضو تعالى برضو نشوف مع بعضينا اهوت، برضو نفس الكلام، مفيش اي حاجة اتغيرت. انا حاطط برضو البطلين ايه بحري اهوت زي ما انتوا شايفين. تمام، بحري وهي نفس المكونات برضو، نفس كل حاجة تقريبا. طيب يا جماعة، اللي فاهم بقى يفهمني الموضوع دوت كده جه ازاي. يعني دلوقتي اهجم ببري ولا اهجم ببحري ولا اهجم بايه بالظبط؟ انا مش فاهم بصراحة. انا بحرية وضرب كده، بري وضرب كده، ازاي؟ يلا ما علينا. سوري بس هذا امر سخيف. اه والله هذا امر سخيف فعلا. ايش يا شباب، انا مش فاهم جت ازاي بصراحة، بس يلا ما علينا. احنا نبقى نجرب كده برضو كذا حاجة، وبقول لكم الطريقة الصحيحة في الهجوم ان شاء الله. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.